ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الجمعة 22/7 يوليو تموز 2022. وقتك النهاردة يعتبر كويس جدا علشان تبدأ من خلاله في اليوم ده. هتسهل كل الناس اللي حواليك علشان يشوفوا نجاحك. هتحصل من خلاله على فرصة علشان تتابع كل تعليمك العالي. هيحصل كل الطلاب الصغار على النجاح في التعليم الابتدائي. لازم على الطلاب النهاردة انهم يحتاجوا لحضور دروس عبر الانترنت النهاردة. اليوم هيبقى مناسب علشان تحدد جدول زمني علشان يصبحوا اكتر كفاءة. هتفقد كل شجاعتك، هتستمر في انك تبذل المجهود اكتر علشان تحقق النجاح. هتبذل جهود اضافية هتظهر من خلالها المثابرة في مواقفك اللي بتعتبر معاكسة، فبنصحك انك ما تضيعش الوقت في حاجات تعتبر غير مجدية. هيتابع ده كله بشكل قريب، حتى لو كنت بتواجه مشكلة هتحاول تلاقي الحلول بعقل هادي اكتر. هتحافظ على علاقات كويسة في الفترة اللي جاية مع عائلتك ومع اصدقائك. هتحترم كل كبار السن اللي في عائلتك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتدخل الشمس في برج الاسد في اليوم ده، هتنتقل لحد يوم 22 اغسطس. هتكون من خلال الشمس فخورين اكتر، منفتحين اكتر، مرحين اكتر في علامتنا الخاصة. هنكون حابين اننا نستمتع اكتر، نعبر عن نفسنا اكتر خلال الفترة دي، هيكون بشكل فردي او حتى بشكل مكثف. مش هنكتفي بمجرد ان الشمس هتبقى في برج الاسد وانه ده هيبقى واحد من الفريق الاساسي فيها. الوقت النهاردة هيبقى مناسب علشان نتألق اكتر ونعمل اداء افضل ونضيف لمسة فيها الوان وفيها دراما لحياتنا اكتر. هنكون كرامة جدا وكبار جدا في كل ايماءاتنا ومواقفنا. على جانب الظل اللي بيبقى عندنا، ممكن اننا نكون متمركزين حول نفسنا اكتر، هيكون في عبث تحت التأثرات دي. هيقضي القمر النهاردة يومه في برج الاسد، كل ده هيساعدنا على الارض علشان يهدئنا اكتر، وهيشجعنا القمر على اننا نبقى صبورين اكتر ونستمتع اكتر باللحظات اللي بتبقى بتقربنا اكتر من كوكب المشتري السداسي النهاردة. هنكون متفائلين، مفيدين، مستعدين علشان نشارك كل كلمات الحكمة، هيكون ليها تأثير قوي جدا على كل التخطيط والتفكير بصورة كبيرة.